بالبراوسرز حاليا في بس 30 بطل عندهم هايبر تشارج، اي يعني 50 بطل بدون هايبر. فعشان كذا بهذا الفيديو في بعض الناس اللي صراحه مبدع عملت كونسبتس او عملت افكار لهايبر تشارج، فحنعمل ردة فعل عليهم. هسه حتى تشترك بالقناه ولا تنسى الكود مجا. بالبدايه شباب حاجي مع باينابل. باينابل حرفيا واحد من الناس اللي كثير مبدع بهذه الطريقه من الفيديوهات، اللي اشوفهم ميك الاديت تبعهم رهيب. شفت كم لقطه منهم بتويتر كان من التوب. اول شيء عندنا تشيستر اللي حتصير سبورته. ها حيصير في دمج، هيصير الدمج بين كل سوبراته. والله نايس. ويت والله الفكره رهيبه. هو ما غير في شيء كثير كبير، بس خلى انه الخمس سوبرات موجوده بسوبر وحده. طب رهيبه. ثاني سوبر اللي هي سوبر التار اللي حتولد لك. ياو يعني حرفيا ذيك الدائره يا شباب حتضل تاخذهم يمين يسار، حتعطيهم مليون ستان. ليه والله توب، والله توب. حقت الكالر انه حيصير يكسر جدران، عاده حيصير كثير مبالغ فيها يا شباب، انه ما حيسوي ولا جدار حرفيا من الماب. سبراوت اوريدي صار عنده هايبر، بس خلينا نشوف حقته ايش كانت. تو ماتش كثير بروكن. سوبر بيبي اوريدي جت نفسها يا شباب، هو تقريبا شبيهه كثير، خلوه انه بس انت بدل اكثر من وحده. سيرج سوبر اوريدي اوكي افريج تطويره لسيرج تقريبا. ها والضربه تبعيته كانت تتغير، نايس. خلاها انه يعطوني يتطور لليفل 4 مع الهايبر، وعلى طول حيصير في مليون طلقه او 12 طلقه بالضربه هذه. اوكي هاي ها حيصير يدبل الاعداد رح تطلع. نوت باد، بس كمان مش كثير بروكن. جنت تحس هذه نفس فكرة الطفرة، نفس فكرة الطفرة حرفيا. والله الفكرة حق الدي ماكس رهيبة يا شباب، راح تخليك انه عم يصير في سلو مود. والله نايس. ماكس حتضل طبيعي بس ما حيكون عندهم سلو مود. عندنا جيل ودهم شخصيات ما عندهم هايبر. ستون كامل؟ لا اوفر بروكن. اوفر بروكن يا شباب، اوفر بروكن. عندنا السام ميك سنس، تصدق؟ والله دي رهيبة، كل ما ضربها تروح وترجع تروح وترجع، والله توب. عندنا جين، اوريدي جين حصل، بس اعتقد حقت اللعبة احسن، بديت تحسها مخبوصة بزيادة وكثير قوية. لا 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 ما انا ما ابغى اشوف هيك، ما ابغى اشوف، ما عندي طلع ليزر حرفيا. لا مورتيس واحد من الابطال. احا الفكره احا، هو واحد من الابطال الحاليين عم يقولون عليه انه حيكون له هايبر، حتى نزلت فيديو يعني. فمين الممكن، مين الممكن ذي الفكره تكون حلوه؟ عندنا الناني واللي حيسويه انه يعطي دبل سوب ثلاث سوبرات سوبرتين صغار، بس تحكم حيكون صعب بزياده. سوبر روفس تكون بالشكل الكبير يوم تاخذها. هسه عنده هايبر تشارج، احا اعتقد دي روفس تنفع لما يكون كل الابطال عندهم هايبر. اوكي تقريبا الحين نخلص ذا المقطع، لكن نشوف حقه الويلو. بتخليك والسوبر احا والله رهيبه، والله حقه الويلو رهيبه وبروكن بعد. يعني تحس الافكار حقه باينابل يا شباب لانها كثير بروكن ولانها كثير ضعيفه. عندنا يا شباب ذا الانسان عمل البارت 2 واللي هو 20 هايبر تشارج كونسبت، معرق الرجال. وذا الفيديو جديد يعني، فاغلب الابطال عندهم هايبر تشارج ما حيكونوا موجودين بذا الفيديو. عندنا 8 بت هايبر تشارج اللي حتخلي السوبر حقته موجود بكل مكان. والله يا انه 8 بت بصير يقدح قدح 50% استرا بعد، والله بصير ناري. عندنا الامبر ايش حيصير؟ حيحترق على طول؟ بيصير يتلوث. احا حيل بروكن، لا اوفر بروكن. عندنا الفايبر، كانت طلعت حقت سبايك؟ يب ها وفيها سلو بعد زي ما يقول تحت، نايس والله، والله نايس. عندنا الشات بيصير لك ثلاث ونار وراهم بعد، انا جالس اتخيل خزنه ايش حيصير فيها مع ذي الهايبر. هايبر سكويك نوت باد، انه عاده بتزيد الدمج وخلاص، نوت باد مانها بروكن. هايبر جروم ما في مجال تهرب يا شباب، ما في مجال تهرب، لاقمها. هايبر جراي انه بصير يطلع اكثر من وحده، بس لازم دول يضلوا بالارض، بس عاده ما حتكون موجوده. ليش؟ لانه لو بيضلوا بالارض بيصير كثير بروكن. ممكن تكون فكره حلوه بس كثير بروكن.
عندنا البني ترمي ثلاث مدافع. افضل ترمي كذا اوحا اوحا كانها جهاز باب جهاز. عندنا الدوغ اول ما يجي يرسبن حيرسبن بدرع، بس كيف يلحق يموت ما ادري، صعب تنعمل لازم تكون ضامن انك تموت. اوحا البوك ايش سوى؟ هيا لزيادة. ذا اوفر بروكن، خاصة اذا كان فرانك قدامك. البوء الغام على طول حتتفجر، دي فكرة حلوة بسيطة. سوبر البام اولا كويس ما خلاها نفس الايت بزي حتى بروكن. اعطي التاغين وزيادة يا شباب مرتين وزيادة، لا يجي سوبر تبدا تتحرك اعتقد انها تكون فكرة حلوة، خاصة انه سوبر انجلو سافت والستوري ذي هيحترق. ليش كبرت؟ الو كل ما حد دخل فيها بتكبر 50%. نا 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 هايبرتيك اوريدي شفنا ال وات ذا كان ناوي ها كانت تحت جوك. وحي حقت الباري تذكرني يا شباب بالسوبر حقته زمان بنسخة البيتا، اتذكر جبتها فيديوهات يصير يسبم اناني كان نفسه كده البيتا تماما الداري كانه الجليتش بذيك البيتا. لا بس استهدنا هون صار اسرع اعتقد كمان لو بيزيد المسافة. جريفس اللي يكسر نوت باد. قولي الميلدي قولي الافكت اللي عملوا هناك والله رهيب، والله الافكت اللي عملوا رهيب والله نايس. هنا يا شباب حنروح لواحد اسمه رو براوسرز، كمان ذا انسان عامل شوية كونسبت لهايبر تشارجات جديدة كمان. فعندنا الكيت، الكيت هتكون فكرته كانه حق لي جليتش، نفس لي جليتش عارفين نفس لي جليتش زمان ايام السولو، والله بيكون رهيب. تتوقعوا شباب ذاك ما كان جليتش بل ذاك انه كانوا منزلين هايبر قبل لا اللي حاطنا كرو اوريدي كرو نازل. حبيت الكونسيبت. عندنا الامبر مش شفنا حق امبر، لا بس ذاك احسن بكثير. ثمان بروكن بس ذاك كان احلى، كان فكرته احسن. هذا ما في فكره للسوبر، غيرت السوبر كامل دي فكره زياده للسيرج، بس هذا بيخلي انه تلقات تخترق الجدران وكمان محل ما توصل بتترست وبصير اكثر من ضربه. والله نايس الميج. لا شو عنده بروك؟ بس صدق انه ممكن انه اصلا ميج روبوت. قول لي لا 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 حقت الساندي حقتنا كويسه يا شباب، ما 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 اعتقد اننا نحتاج هيك شيء، ما حد يحتاج هيك شيء تمام. خلها نفس ما هي. حقت تشستر ايش بتسوي؟ ها اوكي اللي فهمته انه مو نفس حقت صاحبنا ذاك، بل ذا بيكون بس سوبرتين يعني. هذا اخف بروكن، ذاك اوفر بروكن، ذا اخف بروكن، ذا شيك حلو بعد. عامل لك كمان على شكل تبعية الحظ، فانه بيختار لك اثنتين عشوائيات. نوت باد يعني حلوين حد الهايبر. اخر فيديو يا شباب واللي هون عامل 10 انه هايبر تشارجز، صرنا شايفين كم وحده يا شباب. حيكون من انسان اسمه ريكس فلين براو ستارز، ذا انسان قريب كمان ينزل كم فيديوهات حلوه لحد ما. 10 هايبر تشارج ايدياز، اوكي. اول شيء انه الدرع بيصير يكسر الجدران وكمان بيصير اطول بعد. الباستر ذكر ذي شفته من مستر ايراق انا عامل نفس الفكره تقريبا، بس ذا بيخليهم يدوروا بعد، الرجال ما يموتوا خلاص. حق البو مش شفنا انه واحد بيتفجر بسرعه. اوه انا اوريدي يا شباب اوعى بكل افخخ بو ما احتاج لك شيء. البالي انه بيصير يحرق العشب، ما اعتقد انه احسن شيء بالحياه. مش شفنا جريف قاعد يكسر جدران، هالمره عم نشوف جريف. اوه على كميه الدمج اللي حتصير. هاي تقريبا نفس فكرة صاحبنا ذاك، بس انه بطريقة غير. ان المسافة صارت ابعد، ولا مع الستار باور ذيك بصير يولع. البيل اوريدي عندنا وحدة، بس ذا جالس يخلي ضرب، اعتقد انه بتخلي ضربات سوبر الحين. ما اظن قاعدة حقتنا احسن بكثير. حقت المورتيس اخذ روحه تو ماتش قدروا على فري كل ذا ما دبنيته بصير يكسر الجدران. هذا الدبنيته الحالي حقنا اوريدي بروكن، ما نحتاج شي بروكن اكثر. سوبرتيك ممكن تكون احسن من حقتنا ولا جاب نفس حقتنا؟ هذا الفيديو جديد ولا قديم؟ هذا غير حقت باز بعد، هذا شو قصته مع ذي؟ احسها سخيفه حبتين نفس الفكره تقريبا. هذا كان فيديو اليوم، شو رايكم بذا الفيديو؟ شو رايكم بالهايبر تشارجات؟ اشوفكم على خير.